لو كونساي. نبداو بالاخبار الاول. لطفي المراحي كان حاضر البارح مع زميله ملك البكيري على قناه التسعة وصارت مشاده كلاميه بينه وبين رياض جراد بعد ما وصف لطفي المراحي رئيس الجمهوريه قيس سعيد وقال عليه لا شيء. جاوبوا رياض جراد وقالوا انت لا شيء. اليوم ما نعرفش شنو رايكم في التصريحات اللي قاعدين يقولوهم السياسيين في تونس، هل من حقهم انهم يوصفوا رئيس جمهوريه بالوصف هذا والا لا؟ عاداتكم يا جماعه؟ برهين اي حاجه. والله لما نبدا بيك باش نكسر القاعده. صفر صفر لطفي المرايح، علاش؟ وصفر لرياض جراد، وصفر ليانا اللي سمعتهم وقاعد نعلق عليهم. شنو هي كيكا؟ وصفر لي انا اللي قلت، وصفر لي كنت اللي سلت لي انا الاولاد. هذا نسميها احنا نقول لك كنا نقولوا قبل في العمران وفي جبل الاحمر كومباتون وحاي زيتين كعك ما يطير جوع. كيفك علينا من الكلام؟ انت مع انت كذا وانت كذا. كل وليد رياض جراد قاعد يدافع على وربما عنده هكا مبادئ يحب يدافع عليها. لطفي المرايحي انت لعبت لعبتك وما نجحتش، يخلي صغار تلعب لعبتها، يخلي صغار توصل تتسلق سلوم بالوحده بالوحده. تصريحات قيس سعيد واختلافهم اختلافه بلوتو مع بعض السياسيين، هما اغلب السياسيين مختلفين مع قيس سعيد، نجم تخلي كما الدكتور لطفي المرايحي وسياسي في قيمه لطفي المرايحي يقول على رئيس الجمهوريه انت لا شيء. برهان، بطبيعه ما نجموش نوافقوا الاسلوب هذايا في الاختلاف مع رئيس الجمهوريه. قيس سعيد راهو هو رئيس الجمهوريه ويمثل المؤسسات، واللي يحب يدافع على المؤسسات واللي يحب يدافع على الدولة واللي يحب يدافع على الجمهورية ما ينجمش يتجاوز في حق رموزها. تختلف مع قيس سعيد وتتفق هو الآن رمز من رموز الدولة التونسية، رمزها الأول رئيس الدولة. هذا بطبيعة في الديمقراطية ما يمنعكش أنك تنتقده، أنك تختلف معاه، أنك تناقشه في سياساته، لكن في كنف الاحترام، في كنف الضوابط المعمول بها أخلاقيا قيميا وسياسيا. يا سيدي حتى مش محبة في قيس سعيد، لك أن تحبه، لك أن تختلف معه أو حتى تكون له الكراهية، ولكن في نهاية الأمر هذه دولة ربيه في المجتمع على أساس احترام مؤسساتها، وهذه مؤسسات يجسدها أشخاص. من حق الدكتور المرايح أنه يختلف مع قيس سعيد سياساته، أنه ينتقد سياساته، لكن أنه يقول ولا شيء يعني بكل عنصر التحقير وعنصر معناها التبخيس بمفردات هذية، راي في نهاية الأمر لن يسيء ذلك لشخص قيس سعيد بقدر ما يسيء للدكتور المرايحي. وعلى فكرة اللي حصل البارح بتات نعطيكم كواليسه، معناها دفاعا على زميلي رياض جراد، زادة باش نبداو عارفين راهو التوتر بدا من الأول في البلاتو، معناها الكواليس بدا من الكواليس. دخل الدكتور المرايحي معناها ينتقد حتى في الضيف السابق اللي هو سي حكيم بن حمودة الوزير السابق. وش بيكم تسألوا فيها كذا؟ بيكم كذا؟ أنتم وش بيكم ساكتين عليه؟ وهو اش قال؟ وحد شيء؟ وهذوما حد شيء؟ معناها الناس كل حد شيء للأسف هي ظاهرة. فتتر مع احترامنا زاد ما نحبوش زاد نبخسوا زاد من الدكتور المرايحي في الوقت اللي ننتقدوا معناها في السلوك هذايا ونمارسوه زاد نحن في حق الدكتور المرايحي، لكن للاسف ولات ظاهره كبيره في الساحه السياسيه، ظاهرتها الزعامتيه هذه اللي هز الناس للسحاب. يا انا والناس الاخرين الكل شيء. هي المشكله راه هذوما ما يعتبروش كان الرئيس قيس سعيد معناها بالمصطلح هذا لا شيء، لا يعتبروا كل موجود لا شيء. راه كاين احنا مني تقرع يا وليدي نرجسيه البلاد هذه، قد ما نتلموا الناس الكل، قد ما العباد تساهم بالفكره الجيده في انه نخدموا البلاد هذه رغم اختلافاتنا، رغم كل واحد في موقع، وان شاء الله نخلطوا. خلي عاد اللي يتصور روحه يملك الحل السحري في البلاد هذه، لا احد بمفرده يملك حل سحري لمشاكلها. وبغض النظر نظر عن الشخص، هو بيدو لطفي المرايح في الانتخابات الرئاسيه ما جاب شيء قدام الرئيس قيس سعيد. والله اللي انا امبارح تفرجت في الديبا بالحق برين، خلينا نقولوها اخويا، تفرجت في الاكستري في الانترنت، الدكتور حجر رياض جراد يقول له انت شكونك وانت سامحني انت اذا ناوي ترشح رئيس جمهوريه؟ يا اخي العباد 12 مليون باش تلقاها دكتور؟ ما هو فما الدكتور وفما الشاوش وفما الموظف العادي وفما اللي يقرا وفما اللي ما يقراش، وكل يلزمك تسمع العباد الكل. امبارح لطفي المرايحي يحكي بحقر شنو شكونك كيما قالوا رياض، ولا هو هيك يقرر شكون يناقش معاه وكل، وكيما قال برهان برشا وفي الكوليس
تعالي وفي الكوليس نورمال انت تدخل بلاتو تصور يدخل لنا نحن ضيف شبيك وما تحكي مع سونيا هكا وشبيك تسال فيها ايش تسخاي في روحك استغفر الله العظيم. سونيا ما عادش ولينا نناقشوا الفكره بالفكره ولينا كان نسمعوا الكلام لبعضنا يعني نسمعوا كان تصريحات حاده خايبه توجع طايح لقدر ما فيهش احترام علاش وصلنا لهك؟ شوف مش ولينا خاطر احنا تويكا منذ 10 سنوات واحنا عايشين في بالاسلوب هذا دونك نجمو نعتبره اللي ولا مرض مزمن في تونس. الناس كل تسب الناس الكل مواطنين في بعضهم مواطنين سياسيين في بعضهم رموز الدوله رئيس جمهوريه رئيس الحكومه يعني قاعدين نمارسوا في الديمقراطيه بين ظفرين بتشنج كبير ونتصوروا اللي تسميع الكلام والكلام الخايب هو اللي يعبر على حريتنا دونك احنا فهمنا يظهر لي الحريه بالغلط. فيما يتعلق بالدكتور المرايحي اقل ما يمكن ان يقال عن تصريحه انه ينقص اناقه وقت اللي تدعي الاناقه الخارجيه وتدعي انك انيق حتى في فكرك وانت دكتور وانت متمكن وانت مثقف وانت يزم حتى كلامك يكون مواتي يعكس المظهر الخارجي ولا يعكس مظهرك الخارجي وفكرك الداخلي. وقت تقول على رئيس الجمهورية لا شيء ما معنى لا شيء سنفغيان دير أنا نجم نعطيك 50 دليل أنه رئيس الجمهورية يمثل شيء كبير بدليل أنه كل شيء واقف في البلاد بإرادة رئيس الجمهورية. دونك ما تنجمش أنت تقول رئيس الجمهورية لا شيء لو كان لا شيء راه قاعد في القصر نتاعو ننزل ساعة نتفكروا اللي احنا عندنا رئيس جمهورية. رئيس الجمهورية اليوم هو الفاعل الأساسي وبيدوا الحل والربط في تونس والتنفيسة نتاعو تهمنا وشنو يفكر رئيس الجمهورية يهمنا وشنو ينمو يعمل رئيس الجمهورية يهمنا وأمانينا معلقة كلها برئيس الجمهورية على خطر اليوم أثبت رئيس الجمهورية أنه اللي كنا نعتقدوه الكل أنه رئيس الجمهورية بدون صلاحيات ورانا اليوم اللي صلاحيات تقريبا الكل في يده ينجم يوقف. دونك ولهذا الدكتور المرايحي إذا كان الوضعية هذه مساعدته وإلا عجبته ويحب يزيد الأزمة أزمة يقول رئيس الجمهورية لا شيء وإذا كانوا فعلا فعلا يحب يعمل على خير هذه البلاد يقول رئيس الجمهورية بربي رانا احنا كنا مستعدين نقعدوا معاك ونتفاوضوا ونلقاو الحلول اللازمة. نقعد معاك سونيا دي ما كنتش حاضرة بحضينا البارح حكينا على رئيس الجمهورية والحوار اللي صار في فرانس 24 حب نعرف رأيك سمعته شوية شنو رأيك فيه؟ شوف ساعة أولا ما نكذبوش ياسر على بعضنا معناها راو الفرنسيس والأمريكان وطلين والزيمبابوي والبولنور الكلهم يعرفوا اللي وضعية تونس راي في حالة مزرية تقارير السفارات تمشي على رويحاتها والناس كل يعرفوا ومش في الكواليس بركة مش تقارير يعني هذه في العلن يعني ماهيش حاجة. تبقى نحكيه على أناقة الدكتور المرايحي لم تكن من الأناقة أنه رئيس الجمهورية c'était pas élégant c'était pas joli c'était pas beau يامي اجي نقطعوا في خالتي راي ما تجيش واحنا التوانسه وما نعرفش اذا كان رئيس الجمهوريه يعرف التوانسه بالكدا رانا نسبوا بعضنا حتى نشبحوا في بعضنا نسبوا بعضنا اخرج تكلم عليا في الخارج قدام البراني راني ندوان دونك رئيس الجمهوريه بقطع النظر عن انه التدخل نتاعو لم يكن انيق في حق تونس والتوانسه ما تجيش انت ما تجيش تسب تقول الخايب تقول تحكي عليا بالخايب حاول جملها بالعكس قدام البراني يعني واحنا شفنا قبل هذا المثال لدى الرئيس المرزوقي على عكس المرحوم الباجي قايد السبسي اللي ما يحكيش ما نحكيوش في مواضيع داخليه البر مي بو اكثر منهم مش نقولوا راهو سي تريغراف وراهو سايي اقتصاد البلاد مشي هو ما لا عنده لا يزيد لا ينقص غير انه ما كانتش حاجه ترفع من قيمه رئيس الجمهوريه ولا من قيمه تونس ماهوش الوقت المناسب في المكان المناسب يمكن كان ينجم يقولوا في بلاصه اخرى نمشيوا لقبه البرلمان